كليمانس نصيف، وبتستعرض النظام الغذائي المناسب لكل شخص إلى جانب الأنظمة الغذائية المعاصرة والمتداولة لخسارة الوزن. أهلا وسهلا فيك كليمانس، شرفتينا. بونسوار ديانا، بونسوار تمار. يا هلا كليمانس. مرسي. يعني نحن بنعرف انه طبعا لكل شخص نظام غذائي خاص فيه حسب طوله، حسب وزنه، حسب شغله، يمكن حسب فئة دمه وحسب اللايف ستايل تبعه. يعني ما فينا ناخذ رجيم بنت الجيران ونحن نطبقه طبعا، ولكن لحتى نحدد كل هالامور يلي حكيت عنها كليمانس، لازم فحص دم او لازم فحص سريري او لازم يمكن كيو اي حتى لناخذ منه كل المعلومات، بناء على شو بنحط؟ اولا يعني قلتي تمر الشيء المزبوط، لانه اول حدا بيقول انه مزبوط النظام الغذائي لازم يكون اولا مناسب لكل شخص حسب عده باراميترز ذكرت منهم، اكيد العمر، الطول، اذا في مشاكل صحيه، شو الادويه اللي بياخذها، بيعمل رياضه، شو نمط حياته. اما اذا في نظام لكل شخص، شو التست اذا بدك نعمله؟ ما في تست معين، في هو انه نحن اول مره هالشخص بيجي لعنا، عنا اكيد هيك انترفيو نحن وياه تنقدر ناخذ التفاصيل اللي خاصه ان كان صحيا، ان كان عن المد في تبعه او اللايف ستايل، ونقدر قد ما فينا نكون هالفكره عن الماضي وعن الحاضر طبعاً. اكيد شو بياخذ ادويه، اذا في داعي نعمل فحص دم ايه بنطلب فحص دم، بس مش بالضروره. اوكي ايه تفضلي كفي. لانه نحن بالنسبه لنا يعني بده يكون في مقاييس معينه، يعني نحن الفحص الدم هلا بهالايام مكلف، فهون بدنا نعرف انه في عالم منا قدرتها انه تعمل، فبناخذ بعين الاعتبار التفاصيل اللازمه، واذا بحاجه لفحص دم ايه فينا نعمل. طيب كليمانس، كمان قد ايه بتاخذوا بعين الاعتبار الامراض الوراثيه، وقد ايه ممكن الاوبيزيتي كمان يمكن تجي بالوراثه وكل هالتفاصيل منك؟ هون بدي احكي عن موضوع ان شاء الله بعدين بنعمل له حلقه لحاله او فكره لحاله لانه كبير، بس ما يعرف بالبيولوجيكال ابروبريت ويت. يعني باختصار رح جرب قد ما فيني بسطها، نحن عنا 70% تقريبا من كمية الدهون أو الوزن إذا بدكم منورته من أمنا ومن بينا. يعني هيدا شئنا أم أبينا، نحن خلينا نقول الرجل والمرأة طبعا، ان كان رجل او مراه، يعني نحن بس بده يتكون البيبي اذا بدك بده يورث عن امه وعن بيو الجين، يعني كل الجينيا من بيناتهم عنا الكتل الدهنيه، هيدا الاشخاص ما بيعرفوه. يعني هون ايه للاسف في اشخاص بجربوا انه يوصلوا لوزن كثير قليل عن الوزن اللي هن لازم يكونوا فيه، ما بيعرفوا. يمكن انا على طول بفسر للاشخاص اللي بيجوا لعندي انه لا، في شيء اسمه ابروبريت بيولوجي لوجيكال ويت، هيدا شو ما نعمل. يعني سوري انا رح اعطي اكزامبل، نفس الشيء مثل السايز تبع الشوز. طب انت سايز 37 فيك تلبسي 35؟ ما فينا نتحكم فيه. يعني نفس الشيء مثل انتم الوزن بجسمكم، اكيد بنعدله، اكيد بنقدر انه ننزله، بس بده يضل برينج معين. بس في فورم للجسم ممكن توراثيه. yes. بس اليوم اذا عملت دايت ما بضعف؟ اكيد اذا جيناتيك. اكيد اكيد، بس بدنا برجع بقول لك نضل بالمارج، يعني بنضعف بس ما بدنا نروح على كتير صعبة. بدأ يضل إذا بدكن الجولز تبعنا سمارت، وبدنا نفهم جسمنا، لأنه إذا فيها 70% جيناتكس شو منعمل؟ نقدر نأثر على 30%، بس في 70% ما فينا نعمل شي فيهم. كيف منحارب هيدا الشيء كليمانس؟ أكيد عم نحكي عن رياضة بالإضافة لنمط غذائي معين. خلينا نبدأ معك قدي كمان تبوس، يعني بتدفعي يمكن كل الكلاينتس تبعك لحتى يمارسوا الرياضة هن وعم يعملوا دايت، يمكن لحتى يخسروا وزن بشكل أسرع، وبالتالي إذا شافوا النتيجة ممكن أنه يستمروا ويصير هيدا الشيء نمط حياة عندهم. تمار، إذا بدك الإكويشن، يعني هلأ مع احترامنا للبيتيات كلهم وأصدقائنا أكيد، وأنا حدا كتير بشجع الرياضة والكل بيعرف، بس في 80% للأكل مفعول. صح. الأكل و 20% للرياضة. يعني أنا بالنسبة لإلي رياضة is an accessory، هي يعني أكسسوار. أكيد طبعا طبعا مزبوط. بس إذا كنا هالقد عم نتعذب بالجيم كليمانس،
ما منحس حالنا قلتي اذا خبصنا فهذا شيء اتليست يعني نفسيا بيساعدنا اكيد طبعا انا ما عم أقول ما نعمل رياضه لازم نعمل رياضه بس هلا يمكن رح نوصل لاخر بارت من حديثنا نحكي عن هيدا الشعور بالتو فيل قلتي لانه انا اكثر الاويرنس اللي بعملها على الصفحه عندي هي من مشكله اذا بدك نحس حالنا على طول بفيل قلتي طب ما نحن اوريدي هلا أوكي. يعني بلبنان للأسف وضع كتير ستريسفل وبكل العالم عم نعيش وقلنا سنتين ثلاثة لورا ما عطول نحك يعني نحمل ضميرنا هالقد ستريس وسبشلي من الأكل أصلا لازم يكون بفرق الأسرع إذا ما حسينا بالقلت اكيد ويعني لازم هو الاكل يكون بارت هيدا الشيء اكيد متعه الدون لو بليزير يعني هيدا خلينا نفوت لصلب الموضوع لانه في كتير هلا عم نسمع مثلا على انستغرام على السوشيال ميديا في دايتس عم بيكونوا ترندينج مثل الكيتو دايت وانواع من الكيتو قد ايه اليوم انت بتحبزي كدايتيشن الكيتو دايت وانواعه اوكي رح نبلش بالكيتو دايت لانه مزبوط اتس ذا موست ترنديست وهلا يعني اكيد مين ما بيعرف بالكيتو دايت اولا خلينا نبلش انه الكيتو دايت هو دايت عليه دراسات علميه يعني هو بلش من اكيد سنين لورا على اطفال عندهم ابيليبسيا او كهرباء بالراس عطوا على هالدايت لهم بين في تحسن بنسبه هالكريز بتقريبا 90% واللي صار انه ضعفوا هالولاد فصاروا يستخدموه كمان لنزول الوزن فهون بدنا نعرف انه في دراسات بتاكد هذا الموضوع اما اللي ما يمكن بيعرفوا العالم لانه بالعاده بيلجؤوا لمواقع التواصل هن بفوتوا بيعملوا سيرش لحالهم مش غلط اكيد وبيتبعوا انه في نوعين من الكيتو عندك هيلثي كيتو وان هيلثي كيتو انا بعرف انه بياكلوا كتير بالكيتو دايت كربوهيدراتس طب انا اليوم بس اكل كاربس كيف عم بضعف بالمقابل هو بالكيتو لازم يخف الكاربس هو بالكيتو بيعلو الفات وبيعلو البروتينز يعني كرمال هيك نحن برجع بقول لك في بالهيلثي وبالانهيلثي الهيلثي بيروحوا اكثر للافوكادو اويل لزيت الزيتون وهول انواع الزيوت يعني صحيين جود فات سو ما في مشكل اما اللي بيروح للانهيلثي كيتو هو اللي بيستعمل الدهون المشبعه الزبده السمنه بكميات اكيد كثير كبيره تيوصل للنتيجه طب هون حتى بس نحكي عن كيتو دايت كليموس كل واحد عنده البورشنز تبعه كل واحد فينا نزيد له شيء وننقص من غداء او عشاء شيء اوكي هون كمان في يعني برضه ما في كالوريز يعني ريبارتيسيون او تقسيم للوحدات الحراريه بالنهار سؤال كثير حلو تمار لانه مزبوط انه كمان كيف قلنا في تو تايبس للكيتو هيلثي وان هيلثي عندك كمان اذا بدك بقلب هالهيلثي والان هيلثي طريقتين بالتقسيم هلا كل شيء عم نشوفه يعني على الشاشه هيلثي صح يعني مفروض ايه مفروض ايه مزبوط هلا طبعا نحن مش عم نقول هون عم نشوف كميه بروتين عاليه يعني مزبوط دجاج طبعا ولحمة بده يكون في كميه بروتين وكميه دهون عاليه صح. مثل ما قلنا وكميه نشويات اذا بتلاحظوا شبه معدومه يعني منا موجوده ابدا حتى بتوصل ببعض الاحيان ل 10% او ما دون ل 10% من نسبه النشويات اوكي طيب بدي احكي عن موضوع الدهون لاني ذكرت انه لازم ناكل دهون الجود فات بس نحكي دهون مشبعة أو دهون منيحة فينا نعطي live examples مثل شو من الدهون اللي لازم ناكلها تكون جيدة لصحتنا أكيد الدهون الجيدة هي الدهون اللي مثل ما بعدنا ذكرين أنه فيها كمية أوميغا 3 عالية يعني بالإجمال بزيت الزيتون في كمية عالية ببذور الشيا ببذر الكتان كمان فينا نضيفهم على السلطة تبعنا أو على مثلا كاسة اللبن أو على كاسة شوفان مثلا الصبح هيك أكيد بكميات يعني برجع هون كمان تمر قلت لي في تقسيم للكالوريز طبعا حيالله نظام غذائي بده يضل تحت سقف الوحدات الحرارية والكالوريز ديفيسيت تنقدر نكون عم نخسر وزن فينا كمان نروح للجوز واللوز المكسرات النية السمسم يعني هولي كلهم عم نحكي دهون جيدة أما الدهون إذا بدك الغير صحية منفضل أنه نتجنبها اللي بيروحوا كتير على الشاركوتري على البيكن على السمنة على الزبدة هون عم نحكي ما بقى بكمية صغيرة كل شيء باعتدال أكيد ما في أي مشكلة أما بس نتخطى الكميات الكتير عالية عم نحكي في عالم بيحطوا قطعة زبدة أو سمنة بقلب فنجان القهوة
لهالدرجة تيكونوا عم بيوصلوا للأماونت أوف فات اللي لازم يوصلوا له بنهون. هون صرنا بأنهيلثي كيتو، بس في عالم بيتبعوا وبيضعفوا؟ يعني طبعاً طبعاً. طب بناءً على شو منحدد الكميات كليمانس؟ يس، بناءً على الوزن. يعني كل شخص وزنه أكثر من 100 كيلو تقريباً، بيّنت الدراسات أنه فينا نعطي شيء اسمه Unlimited Keto، وهون الكال وحيد اللي ما بنحسب فيه كالوريز. ليه؟ لأنه نحن شلنا مصدر أساسي بالوحدة الحرارية اللي هو النشويات. يعني عم نحكي تقريباً 30 جرام تعطينا 80 كالوري من أكثر أكيد الأصناف المأكولات اللي بتعطي وحدة حرارية. فقد ما يزيد كمية البروتينات والدهون طبعاً، إن كانوا جيدة أو مش جيدة ما رح يوصل للكمية اللي كان يكلها قبل. تدريجياً يعني من بعد ما يخسر أماونت معين من الكيلويات نرجع كمان منخفف له كل شيء كان مسمح له قبل؟ إذا بده يبلش بالكيتو فينا دارك لنبلش بالكيتو. يعني منبلش إذا عم نحكي أكيد وزنه أكثر من 100 كيلو مثل ما قلت. ما هيدا هيدا السؤال طبعا، لأنه في وزن جدا عالي. أما الوزن اللي بيتراوح بين 85 ل 100 هون فينا نعمل كيتو، بنحسب له الكالوريز، بنحسب له الوحدات الحرارية، من مشي بكالوريز ديفيسيت، وأكيد كمان بيضعف. طيب كليمانس، كمان في الصوم المتقطع أو خلينا نقول الانترميتنت فاستينج، هذا أوقات واحد بيعمله بلا ما يحس. يعني اليوم أنت بتظهري من الصبح بتشربي يمكن فنجان القهوة تبعك، بتاكلي لقمة صغيرة، بترجع بتقضي كل نهارك ما بعرف على الطرقات بالشغل كذا هيك، بلا ما تحسي بترجع بتتذكري تاكلي على الخمسة ستة، فجأة بتلاقي حالك عم تضعفي لا إراديا لأنه قطع كتير وقت، وبس بتاكلي بتاكلي بكمية كبيرة. ليه هون الشخص بيضعف؟ صح، هلا هون بوافقك على جزء من السؤال وعلى الجزء الثاني مش كثير منوافق. رح نقول لي الانترميتنت فاستينج، خلينا نقول انه مثل قصه السبور، كيف قلت لكم ات كان بي ان اكسسوري، يعني هو فيكون هو منه نوع دايت، هيلبس بس مش اساس. مزبوط، هو منه نوع دايت، يعني ما في تقسيم بالوحدات الحراريه او بالاماونت اوف فات وكاربز وبروتين مثل الكيتو. بالكيتو عندنا تقسيم، باللو كالوريز دايت عندنا تقسيم، اما بالفاستينج ما في تقسيم، بس في مثل ما قلنا وقت معين، في سايكل معين لازم نفوت جسمنا فيه تيبلش يحرق. دونك اول بارت المضبوطه من الموضوع انه ايه، نحن اذا بنوقف اكل بينت الدراسات بوقت معين وبنفوت جسمنا بهالفاستينج، يعني بهالفاست بيريد اذا بدك، بنفوته بالفاستينج، ايه بنضعف. طب شو الافضل، نوقف اكل بالنهار او بالليل؟ هي دراسات أكدت أنه أحسن أكيد نوقف بالليل. تقليك ليه؟ لأنه بالعادة بالليل مننام، أما بالنهار نحن بكامل نعز نشاطنا بحاجة لأنرجي، من وين بدنا نجيبها إذا وقفنا؟ دونك منوقف بالليل ومنرجع من الوقت اللي وقفنا فيه. كمان عنا أكثر من نوع فاستينج، ما رح نفوت فيهم كلهم ما معنا وقت، بس اللي أكثر شيء معترف فيه أنه هو 16 ساعة و8 ساعات، يعني بيوقفوا أكل 16 ساعة بيأكلوا ديورينج 8 ساعات. بس هل ناكل قد ما بدنا؟ لا، هون مثل ما بعدنا عم نقول كله تحت سقف الكالوريز ديفيسيت. لانه طب شو لازم ناكل بس نكون عم نعمل الصوم المتقطع؟ اوكي، فينا ناكل نفس الاكل اللي بناكله نحن بالعاده، يعني فينا نبلش نتروق حليب ومشتقاته، فينا ناخذ نشويات اكيد بكميه معينه مثل ما بعدنا عم نقول، بروتين، دهون، فينا ناخذ جميع اصناف الاكل بس طبعا بالكميه. مهم ناكلهم ديورينج هالثمان ساعات ونوقف كل يوم بنفس الوقت، ما فينا كل يوم نوقف شيء. Which one is healthier؟ healthier بيقولوا الفاستينج كثير منيح للجسم، هذا السؤال كثير لانه هلا بده يقيموا علينا الاكيد الاخصائيين كلهم. تمام، ما في شيء healthier. يعني تنكون كثير صريحين، في نظام مثل ما بعدنا عم نقول بيناسب نمط حياه كل شخص. انت يمكن تلاقي الفاستينج healthier، ديانا يمكن تلاقي الكيتو، انا يمكن تلاقي اللو كالوري، حسب الجسم كمان كيف بيتفاعل مع كل دايت. طبعا طبعا، بس ما عم نحكي عن فعاليه الكيتو او الفاستينج. كله له سايد افكتس، كله بيساعد الجسم اكثر للتنظيف، ليحس بخفه اكثر. ايه الفاستينج، الفاستينج يس اكيد. وفيك تكوني عم تعملي لو كالوريز اللي هو العادي بدون ما تحطي حالك بخانه الفاستينج، وتعملي رياضه كمان بتحسي حالك خفيفه وكمان اتس فيري هيلثي. فهيدا اللي بنرجع بنقوله انه كل شيء له حسناته وسيئاته. بدي اعرف بس شغله عن موضوع الحليب ومشتقاته،
كثير من أصحابي عم بسمع أنه بعد عمر الأربعين إذا منوقف كل شيء فيه حليب ومشتقاته منضعف أكثر ومنحس حالنا هيلثير أكثر، هل صحيح هيدا الشيء؟ لأنه هيدا الحليب ومشتقاته كله كالسيوم. مزبوط. كمان الحليب ومشتقاته كتير إذا بدك الدراسة، يعني عم بيقلبوا للجوتشيز كل شيء. جوتشيز عملوا بومينج إذا بدك على هذا الموضوع. ليه؟ لأنه تبين أنه للأسف عم بيكون عندنا ضعف بالإنزيم اسمه اللاكتاز، اللي هي نحن بس نخلق بتكون كتير عالية عندنا، بعدين الأكتيفيتي تبعها بتبلش توتا. طول ما أنت ما عم تاكل شيء تريجرت بدها كتير تخف. سو مشان هيك وقت عم بياكلوا حليب ومشتقاته عم بحسوا بهالتعبه بهالنفخه. وحتى في دراسات هلا كتير جديده بس بعد منا مأكده انه في علاقه بين مشتقات الحليب والبوليسيستيك اوفريز او تكيسات المبيض عند النساء. فهون كمان عم بيقولوا انه اذا شلنا مشتقات الحليب منكون عم منساعد إذا بدك النساء يعني فوق عمر الأربعين. بس من ميلة تانية مثل ما قلت في نسبة كالسيوم فيتامين دي كتير عالية، يعني أنا بالنسبة لإلي ما بس لازم. في بديل تلموس يعني. طبعاً طبعاً في بديل أكيد لكل شيء. أنا ما بأخذ غير شافر مثلاً ومش ناقصنا شيء. مزبوط يعني مش ماشي. أكيد مش غلط، بس حتى الشافر يعني بتكوينتها بتضلها ديري برودكت. يعني مزبوط. ما بدنا ننسى أنه نحن هون. طب إذا بتخفف صراحة النفخة كمان مضبوط للنفخة البلوتينج. صح البلوتينج حكينا فيها هيدا 100% اي اجري. بس عم نحكي نحن لاسباب تانية يبلشوا اذا بدك يدرجوا، مثل ما وقتها فتنا بمودة الجلوتين فري، هلا مثلا لاكتوز فري. صح. او بس نروح على الجو تشيز منا فيري. ما هيك قلت لك 40 وما فوق بيكون اخذوا الكالسيوم اللي لازم ياخذوه. ما فيه كفاية. بتعطي هول النصايح على الانستغرام الخاص فيك كليمانس؟ طبعا طبعا. شو هي البيج تبعيتك لكل الاشخاص اللي حابين يستفيدوا اكثر؟ اكيد نحن منرجع منطالب فيك لحتى نحكي معك أكثر وعن غير مواضيع، ولكن فيهم يتابعوك ويستضيف. شكرا لكم ولا استضافتكم. الصفحة اللي فيهم يتابعوني عليها هي تونكور أتوا كلينيك. بيقدروا أكيد على طول يشوفوا نصايح، بنحكي على طول بقصص كتير، بيقدروا كتير أكيد يستفيدوا. تونكور أتوا يعني بما أنه نحن دول عربية لنهون لكم إياها، جسمك أنت بالفرنش لتقدروا تلاقوها بسهولة أكثر. كليمانس نصيف اختصاصية التغذية شرفتينا، وألف شكر على النصائح وعلى التوضيح. ميرسي على وجودك معنا.